خليني أروح معاكم لخبر كده تاني ناخده كده مع بعض عن التكنولوجيا. كل يوم بتقدم جديد، مش بس بتسهل حياتنا، دايما نقول التكنولوجيا دي مهمة جدا بتساعدنا، وإزاي بتخلينا نرجع كمان بالزمن لكن بعيون الحاضر. ده اللي عمله شاب اسمه أحمد عبد النبي. عمل إيه أحمد؟ أعاد ترميم صور كتيرة جدا من الوجوه الفنية اللي بنحبها وعشنا معاها وتأثرنا بيها واستمتعنا بيها، علشان يتعرف عليها الجيل الجديد بشكل أقرب، من خلال طبعا أنه يستعمل زي ما بنقول الهاي تيك أو التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. خليني أعرف أحمد عمل إيه وندردش معاه في الموضوع ده، وأعرض عليه الصور كمان ونتكلم مع الأستاذ أحمد عبد النبي وهو مصمم جرافيك. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير، اهلا بحضرتك. يعني قول لي ايه الفكره، ليه حبيت تعود للزمن، يعني زمن الجميل والفنانين، وتحط بقى المسحه بتاعه الذكاء الاصطناعي، او يعني تدينا كده شكل وكانهم عايشين معانا في نفس الزمن الان. هي مبدئيا الفكره مش جديده، احنا استخدمنا ده في اكتر من عمل، سواء اعمال مصريه او اعمال عالميه. يعني مثلا استخدمنا ده في مسلسل اسمه ذا كوانتم، مسلسل امريكي. نفس الفكره، اضطرينا ان احنا نرجع لاعب فتره السبعينات، ده كان توفى، كان المفروض انه يظهر في المسلسل. تمام. اضطرينا نعمل ترميم لالاف المشاهد والصور ليه، وبعدين بتكنولوجيا ديب فيك نقدر ناخد وشه ونحطه على المسلسل ليه. على الممثل اللي بيأدي الدور او كده. فطبعا احنا جالنا بعدها فكره، ان المخرج ياسر سامي كلمني ان احنا عايزين نعيد الفنان يونس شلبي في احد الاعمال، فيلم المطاردين. فاضطرينا برضو نرمم الاف الصور ليه، لان الماتيريال المتاحه قديمه وجوده بتاعتها. احنا بنتفرج دلوقتي استاذ احمد معاك وحضرتك بتحكي، وصوره هي موجوده على الشاشه للفنان يونس شلبي، اتفضل. تمام. احنا هنا اضطرينا نرمم الاف الصور وعملنا موديل بالديب تيك ان احنا نحفظ البرفورمنس بتاعته وملامح وشه كامله، بعد كده نقلناها على الممثل اللي بيأدي الدور، وبالبوست برودكشن بعد كده كملنا ان هو يظهر بالشكل اللائق ليه. وكأننا بنستدعي نفس الشخصيات اللي حبيناها ولكن في عصر تاني. بالظبط. نفس الفكره جات لي مع الفنانين، الفنان حسن فايق والفنانين الاخرين، ان احنا في مسلسلات تحديدا السيره الذاتيه. فنان حسن فايق اهو، يعني كفايه بس ابتسامته وضحكته الشهيره يعني. بالظبط. هي الفكره ان احنا بنحاول تحديدا في مسلسلات السيره الذاتيه دايما ان احنا نعمل ده ميك اب او نوصل له بشكل قريب. فانا فكرت طب ليه ما نستخدمش الذكاء الاصطناعي ان احنا نرمم الالاف الصور ليهم ونعمل لهم موديل خاصه بيهم، ونبدا ننقلها في الاعمال اللي جايه، اعمال السيره الذاتيه اللي جايه، بحيث يبقى ده متاح بديل للميك اب. تمام. وتبدو زي ما انا شايفاها، تبدو طبيعيه جدا يعني، وكانها بتاعت الزمن ده. بالظبط. وفي الوقت اللي جاي هيكون الموضوع اكثر دقه، يعني مش هيكون كده بس، احنا لسه كمان في مراحل التجريبيه للفنانين التوفوا يعني، فبنضطر ان احنا نشتغل على ده الفترة اللي جاية يعني. فاحنا بقى هنشوف فاتن حمامة وعبد الحليم وليلى مراد. في ليلى مراد كمان اعتقد. ليلى مراد جميلة. هو ان شاء الله هتشوفوا ده في اعمال مهمة جاية. اكيد لها. وفي نجيب الريحاني كمان. بيتكلموا وبيمثلوا كل ده. يعني نجيب ريحاني هنا شكلها كمان مختلف، هي كمان بتبقى راجعه للصوره اللي انت واخدها اصلا من اي فيلم، يعني دي الصوره هو الاصليه. هو كان الفنان نجيب ريحاني والفنانه ماري منيب من فيلم سي عمر، علشان كده شكلهم اصغر شويه في الفتره دي. تمام. يعني عموما اعتقد انه يعني كلما يعني استخدمنا تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ونقدر يعني نعيد حاجات من الامجاد ومن الفنانين العظام اللي كانوا في حياتنا، ده برضو بيدينا وبيقرب، لانه احنا لسه بنقول انه الابداع لا يموت ابدا، فهيفضلوا بما انه الافلام موجوده على الشاشه والناس بتتابعها، فجيل تاني هيقرب لهم اكتر ويتعرف عليهم اكتر وعلى ابداعهم يعني.
بالظبط بالظبط. أكيد. أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد عبد النبي مصمم جرافيك، وبشكرك وصاحب هذه الفكرة بتاعة إعادة الروح والصور، ونقول الزمن اللي عمرنا ما بننساه، لأنه إحنا ما زلنا بنتابع هذا الزمن الجميل.